آية الله فابقوا معنا الحوار مع آية الله فابقوا معنا الحوار مع آية الله فابقوا معنا الحقيقة الكبرى التي هي أن الذين جاءوا مع الاحتلال ومع الجيش الأمريكي يمارسون القتل بشكل مدرمي الحقيقة الكبرى التي هي أن الذين جاءوا مع الاحتلال ومع الجيش الأمريكي يمارسون القتل بشكل مدرمي. أستاذ أحمد اسمح لي، هذه المشكلة معانيها في العراق كثيرا، فأرجو أن أنقل لك الصورة في داخل العراق. نحن نعاني من مشكلة في داخل العراق عندما نبرئ أهل السنة من جرائم يفعلها من ذكرتهم لك. يأتي أناس فيقولون السنة لم يتبرأوا ولم يعلنوا، وهذا في الطرف الشيعي. عندما نقول لك الآن أن الشيعة كقيادات يبرئون هذه الجرائم ويرفضون الوقوع فيها، أنت تقول لي هذه تبرأ لهم بأنفسهم. هم لما طلعوش على الملا، ما طلعش السيستاني على الملا وبرأ نفسه من هذا الأمر وأذانه بشكل واضح. السيستاني لم يخرج الصدر أيضا ويبرئ نفسه ويتبرأ من هذا بشكل واضح. لا، أنا خلينا نؤمنهم أشياء هم لم يقولوها. لا، هم وكأنهم منغمسون فيها. اسمح لي، هم قالوا ذلك. أنت بس أنا أعلن هو، لا، حتى في الإعلام قالوا ذلك، لكن في بعض الأحيان قد البعض لا يريد أن يسمع هذا، كما يوجد في الطرف الآخر لا يريد سماع براءة أهل السنة. أنا أريد أن أصل النتيجة. لو ظهر هذا الإعلام بشكل واضح لا ركزت عليه وسائل الإعلام. وسائل الإعلام شغلتها إيه؟ شغلتها أن تركز هايلايت، يعني تركيز عالي كل عن هذه الأفعال. ألا تتم هذه الأفعال في مناطق الشيعة؟ نعم. المعلومات التي تنقلها الآن، أما تنقلها أنت عن أشخاص شهود عيان وقالوا لك أو سمعت منهم؟ لماذا لا يتم الإعلان عن هذا؟ هل رأيت تدخل إلي الآن؟ أنت الآن دمع ضخم جدا للشيعة، عليه حصار أمنية هائلة تحرسه لعشرات الكيلومترات، ثم تقوم بالاختراق بعض السيارات وتنفلق في وسط الناس. كما حصل في الحلة، مسؤول عنه. لماذا يكون هكذا في سوريا مثلا أو في الأردن ولا يكون هكذا في العراق؟ السبب من وجود الشركات التي تثير القتل اليهودي هي التي تعين على الفتنة في داخل العراق وغير موجودة في الدول الأخرى. قل عن هذه الأفعال، ألا تتم هذه الأفعال في مناطق الشيعة؟ نعم. المعلومات التي تنقلها الآن، أما تنقلها أنت عن أشخاص شهود عيان نقلوا لك أو نعم. أو سمعت منهم؟ لماذا لا يتم الإعلان عن هذا؟ هل رأيت تدخل قل لي أنت الآن في جمع ضخم جدا للشيعة، عليه حصار وقوى أمنية هائلة تحرسه لعشرات الكيلومترات، نعم. ثم تقوم بالاختراق بعض السيارات وتتفجر في وسط الناس. قل لي أنت كما حصل في الحلة مع آية الله فابقوا معنا الحوار مع آية الله فابقوا معنا الحوار مع آية الله